محمد الشيخ اعلن طبعا الاتحاد السعودي اعلن بشكل مفاجئ فجر اليوم الساعه 4 فجرا اعلن برنامج الاعداد. انا ماني عارف ايش سالفه 4 فجرا هذه، لكن اعلنوا عن معسكرين اعداديين راح يكونون في اليكانتي في اسبانيا، راح نلعب مع كولومبيا وفنزويلا والاكوادور. طبعا واضح ان لما نشاهد القرعه نعرف ان وين متجهه الامور، يعني واضح ان يبحثون عن مباريات كثيره كبيره وقويه من امريكا اللاتينيه. كيف شايف البرنامج حتى الان حسب ما اعلن؟ اعتقد انه هيرفي رينارد خلاص حدد خياراته باعتبار انه المجموعه وضعت امام فريقين من امريكا الجنوبيه المكسيك والارجنتين وفريق اوروبي وهو منتخب بولندا، وبالتالي نعم هذه الثلاث مباريات كولومبيا فنزويلا الاكوادور منتخبات تلعب بذات الطريقه وبذات الاسلوب او مقارب للاسلوب خلينا نقول. تبقى الان المباريات اللي مع المنتخبات الاوروبيه، انشغال المنتخبات الاوروبيه في المرحله القادمه بالدور الاوروبي سيصعب اقامه مباراه، لكن لن يمنع من ان يستطيع ان يوجد منتخبات يستطيع ان يقيم فيها. ثقتنا الان احنا يعني لا نستطيع ان ننظر اكثر على السيد هيرفي رينارد، رجل الان وصل معنا الى اكثر من سنتين، قريب من الدوري السعودي ومتواجد في تفاصيل الدوري، هو رجل ابن الكرة العالمية اليوم، تواجد مع منتخب المغرب في النسخة الماضية، أدار منتخبات في أفريقيا، وبالتالي أعتقد لدينا اطمئنان. أنا إذا كان عندي مخاوف، أنا مخاوفي بالفعل العناصر في منتخبنا ما تخلينا نرفع سقف الطموحات، هذه وجهة نظر أتمنى أن تخيب، ولكن لازلت أقول لما تشاهد خصوصا الدفاع السعودي والهجوم السعودي طيب تبدأ المساور والقلق موجودة.